حصل فريق عمل البرنامج على تسجيل صوتي بين أحد الطلاب يتحدث مع سمسار ويطلب منه استرداد أمواله التي أقنعه أنها دفعت للمصاريف الدراسية. يعني أنا اللي أشيلها؟ أنا دلوقتي الجامعة بعت لي فاتورة. أمال إيه يا اسطى؟ يعني أنا دلوقتي الجامعة بعت لي يا اسطى إن أنا أدفع باقي الفلوس؟ أنا الجامعة مداني ميعاد إن أنا لو ما دفعتش فيه أنا هتفصل من الجامعة. أنا دلوقتي أجيب فلوس منين؟ ايوه قول لي. وانت دلوقتي واحد خد فلوس انا بشيلها لوحدي؟ ماشي، الله ينور عليك. اشيلها معاك لو انا محول له او اعرفه او ليا كلام معاه، لكن انا كلامي كله معاك انت. هو خد منك انت الفلوس، يبقى انت اللي ترجعها منه. تديني فلوس يا اديك اسطى، جداد. تديني فلوس اللي انت خدتها. اتنصب على طالب قبل كده، من الحاجة اللي أثرت فيا إن مكتب صفر طالب. طالب بعد ما جه اكتشف إن هو المكتب أخد فلوس زيادة وهو بيطالبه بفلوسه، حصلت مشادات لدرجة إن صاحب المكتب ده هنا في روسيا هدد ولد الطالب، ولد الطالب قلق على ابنه تسببت له في جلطة. قد تمتد خسائر الطلاب إلى ما هو أكثر وأخطر، مثل التهديد والأذى على أيدي من يسمون سماسرة الطلاب أو عصابات التعليم المنظمة، وذلك في حال حاول الطالب الكشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرض لها بنفسه أو حدثت لآخرين من معارفه. ألو، بص يا ابني، معاك. انت دلوقتي جليت حلو. لا والله مش انا اللي قليت. لا لا لا، اسمعني اسمعني اسمعني، انت اعمل اللي انت عايزه. خلصانه انا ماشي. قسما بقيت الله، الصبح انا رايح كاتب فيك شكوى، مفيش مشكله، وغضيك ومفصلك من الجامعه وبرحلك مفيش من هنا. مفيش مشكله، دي حاجه. مفيش مشكله. الحاجه التانيه انا جاي لك. من تمام، ماشي. قسما بقيت الله، انت ما هتعرف نعمل فيك ايه. خلاص، ما عندكش خلص مشكلة. الكلام. إنه عندما يريد الناس دخول جامعات أجنبية يمكنهم العثور على العديد من الشركات والوكالات المختلفة التي تقدم خدماتها من أجل تسهيل الأمور للوافدين المتقدمين. من ناحية إنه جيد، إنه رائع بالطبع، لكن هناك عدد كبير من المحتالين في هذا المجال الذين ببساطة يجردون المتقدمين من الأموال وثم يختفون. إذا كنت ترغب في الاتصال بوكالة أو شركة لتسهيل عملية القبول في الجامعة، فأنت بحاجة أولاً وقبل كل شيء إلى الاطلاع على مستندات تأسيس هذه المنظمات. ينبغي من الناحية المثالية التحقق من التراخيص والتصاريح. لم يقتصر التهديد من قبل السماسرة على الطلاب فقط، بل كان لفريق البرنامج نصيب منه. فأثناء العمل على هذه الحلقة وردت مكالمة هاتفية من شخص مجهول يحذر الفريق مما يمكن أن يحدث حال المضي في إنتاج الحلقة وعرضها. حضرتك كنت بتقول لي الفيديوهات او كده، لان ان هم ممكن يؤذوني، يعني حضرتك تقصدي ايه؟ مش فاهم. لا انا هني افضل انك تكون انت مش مرئي، ما يعرفوا فيك حتى ما يعرفوا مين عدوهم، لان هني عم بيحاولوا يطالوا اي شخص بينتقدهم او بينتبه على تصرفاتهم. انا سبق ومرقت بالتجربه، فانا بدي اياك تشتغلها بطريقه ذكيه شوي، لانهم عم بيشتغلوا بطريقه كثير خطره، يعني تهديد وتخويف ومعفيات و محاولة عرق. انت موجود بموسكو هلأ؟ موجود في موسكو حاليا. يعني مثلا بتوصل فيهم التهديد انه يلغوا لك اقامتك، بيفوتوا عليك بطريقة تانية وبيزوك.